أهلا بيكم في إختار كارد. موضوع النهاردة عفوا تاروت كارما الحموات المتورطات في دخول الطرف الثالث أو أذيتكم. حيكون الاختيار حسب أول حرف من اسمكم. مجموعة أولى: حاء خاء ياء واو غين راء ذال باء تاء ثاء قاف ضاد طاء شين، أو اختيار الحجر، عفوا الحجر، حبة البيض دي العقيق اللي قدامكم. مجموعة ثانية: فاء نون زين كاف ألف عين صاد هاء لام سين جيم دال ضاد ميم، أو اختيار المسبحة الرصاصية دي. تمام، لكم الوقت أن تختاروا ما بين المجموعة الأولى سواء بالأحرف أو بالمسبحة والبيضة البلورية دي، أو عفوا البيضة دي العقيق الأزرق. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. أول حاجة هنشوفها الطاقة العامة بتاعتكم وطاقة الحماد دي وطاقة الحبيب بتاعكم أو الزوج بتاعكم. نخلط الكروت كويس ونشوف طاقتكم وطاقة الحبيب وطاقة الحماد دي اللي أثرت على حياتكم الزوجية أو حياتكم عامة. نشوف الورقة التي تمثلكم، الورقة التي تمثل الزوج، هاي الورقة التي تمثله، الورقة التي تمثلكم أنتم أهي، والورقة التي تمثل الطرف الثالث اللي هي الحمات أو الحموات. طاقة الحبيب هنا في طاقة زعل كبير جدا، لأنه بيمر بخسارة فادحة من الناحية المادية. في أمور كتيرة خسر، في موضوع مهم في حياته خسر فيه مال كبير، وهو دلوقتي زعلان على المال ده اللي ضاع من إيده. وغالبا الزوج ده أو الحبيب ده محتال، إنسان محتال، إنسان مصلحجي، بيتبع إلا مصالحه، إنما كانت مصالحه المادية فهو هناك يقف هناك، أو يعني يستعمل كل الأقنعة للوصول إلى المبتغى بتاعه. طاقتكم انتم هنا حاليا مستنيين الكارما دي تيجي عن طريق يعني اشاره من عند ربنا. البعض منكم حلمتم بالكارما دي، مستنيين بفارغ الصبر وقوع الكارما دي، وعاوزينها يعني تكون في اقرب وقت ممكن. وده اللي حصل عند البعض منكم، لان الكارما عند البعض منكم للحمات دي للحموات دول حصلت عندهم الكارما دي. وده يتأكد يعني يتأكدوا طاقة الحماد دي الحموات دول على إنهم بيمروا هم كمان بمرحلة صعبة، بمشاكل متعددة ما بينها يعني مشاكل عائلية جاسمة، أو على الحق الله أكبر وهو الحق، يعني مشاكل كبيرة عائلية بتدور ما بين الحماد والأسرة بتاعتها. دي طاقة عامة بتمثلكم أنتوا التلاتة. نشوف دلوقتي الكارما اللي هتيجي على الحموات دول، ان شاء الله تكون زي ما انتم متوقعينها. نخلط الكروت ونبدأ في سرد الحكاية اللي هتقولنا عليها، تقول لنا عليها الكروت. زغرات يا بيت، زغرات يا بيت، الكارما بدأت، الكارما بدأت. الكارما بدأت عند الحموات دول وحتى عند الحبيب. جاستس اهو، قلت لكم الكارما بدأت. وهنا ذا ديفل اهو، وهنا اهو ذا ايس اوف سورد. سبحان الله، ثلاث كروت تلخص كل القراءة، ثلاث كروت تلخص كل القراءة.
غالبا هنا أصحاب المجموعة الأولى الحماتي أو الحموات دول كانوا سبب في الطلاق ما بينكم وما بين الزوج وتشتيت العيلة بأكملها. زي ما نشوف هنا بصوا the six of pentacle وهنا the two of wands وهنا nine of pentacle of swords عفوا. هنا غالبا فيه كارما وعدالة من عند ربنا بسبب عيال أهملوا وبسبب ست اتظلمت أو راجل اتظلم من سبب الحماد. البعض منكم هنا زي ما قلت لكم وصلتم للطلاق، يا اما اتطلقتم يا اما انتم في صدد الطلاق، وترتب من مشاكل اللي عملتها الحماد دي ان الطلاق ده وكمان اجهاض للبعض منكم. البعض منكم اتحرمتم من عيالكم، اتحرمتم من عيالكم، وربما البعض منكم هنا رافعين قضية ضم حضانة، حاجة زي كده، ضم حضانة أو ضم حقوق ورث لعيالكم بسبب وفاة أبوهم. فأنتم دلوقتي يعني بتمروا بأوقات صعبة جدا وعاوزين ربنا يفرجها عليكم، وعاوزين إن الكارما دي يعني تقع على الناس اللي ظلموكم دول. ليه؟ لأنكم أنتم كنتم عايشين أو علاقتكم مع الزوج كانت هتكون علاقة كويسة لولا تدخل الحموات، يعني الشغل اللي عملوه دول الحموات تسببوا في دمار عيلة أو أسرة كانت ستكون من أجمل الأسر احتواء حبا تضامنا، لكن تدخل الطرف يعني الحمات هنا كسرت كل قواعد الأسرة السعيدة دي. في أول القراءة يعني الكروت جابتها من الآخر. بصوا 1 2 3 4 5، خمس كروت تؤكد إن الكارما دي بدأت. عدالة من عند ربنا، جاستس، عدالة من عند ربنا لناس أذوكم بالأسحار، أذوكم بالأسحار، والأسحار دي أذت حتى صحتكم وحرضوا حتى عيالكم عليكم. فجاء قرار من عند ربنا the ace of swords عشان تطبق الكارما دي على الحموات دول. بعض الحموات من أصحاب المجموعة الأولى اللي ظلموكم بيعانوا من مشاكل صحية كبيرة، من بينها ورم في الجمجمة، البعض منهم فاقد هيفقد أو فقد أو بدأ في هو في بداية فقدان الحركة يعني المشي، بيعانون كمان بتساقط الشعر، لربما عندهم ورم وبيعملوا يعني علاج كيماوي، وده بيجعل صحتهم تتدهور أكتر فأكتر وبإحساسهم بآلام كبيرة جدا. للبعض منكم الحموات دول لسه في الجبروت بتاعهم، لسه في الجبروت بتاعهم، لكن الحاجة الجميلة هنا إنه الحبيب هنا أو الزوج بيحبكم أهو nine of cups، بيحبكم وندمان على كل اللي حصل، ندمان جدا على كل اللي حصل، وحاسس نفسه مكتف الأيدي مش قادر يعمل أي حاجة. مكتوف الأيدي مش قادر يعمل أي حاجة. طب عملوا لكم إيه الحموات دول؟ رغم اننا قلنا لبعض الحماد دي متسلطة جدا،
غالبا الحموات دول هم المتسلطين، هم الحكم في البيت او في العيلة، الفلوس تحت ايديهم، كل حاجة من تحت ايديهم. اهو بصوا، الزوج واقف هنا والحمات هنا، اللي عاوزاه اللي بتقرره الحمات هو اللي بيمشي اهو. وغالبا البعض منكم الحموات دول هم اللي كانوا سبب في الانفصال وارتباط الطرف الحبيب بتاعكم بطرف ثالث اللي هو من اهل الحمات. كما قامت بأعمال روحانية كانت هي السبب في انفصال العلاقة ما بينكم أو تدهور العلاقة ما بينكم وما بين الحبيب ده. لكن فيه البعض منكم، انتم اللي بيقولوا عليكم رجال الخفاء أو أشخاص الخفاء، اللي عندكم نية خالصة واللي دعواتكم مستجابة، عندكم نية خالصة ودعوات مستجابة. في حاجة عملتوها في حياتكم في السر، لربما ساعدتوا حد مسكين بفلوس، ساعدتوا مريض حتى ولو كانت بكلمة طيبة، فالإنسان ده دعا لربنا إنه يحقق لكم الأمنية بتاعتكم، وده كان القرار الرد من عند ربنا على إن الأمنية بتاعتكم تتحقق في حدود الكارما دي. انتوا شلتوا فوق طاقتكم، اهي حدوث الكارما، طاقة كونية اهو. ده الديفل مرتين بيخرج، سبحان الله، رغم اني غيرت الكروت اهو. ده الديفل، ده الديفل في اعمال شيطانية عملها لطرف الحمد دي، الحموات دول، اسحر تفريق، سحر طاعة، سحر أسود، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الحمات دي اللي عملت الأسحار دي كلها للبعض منكم هينقلب السحر عليها أهو، كما تدين تدان، سينقلب السحر عليها. قرار من عند ربنا استجابة لدعاء بتاعكم أهو، كما تدين تدان اهو، دمار شامل في حياتهم. وغالبا الحماد دي زي ما عملت معاكم هيحصل لأعز إنسان على قلبها، هيحصل له نفس اللي حصل لكم انتم، وهتدوق من نفس الكأس اللي شربتها لكم. الحماد دي عندها شخص بتحبه، عندها حد عزيز عليها على قلبها كتير، والحد ده للأسف هو اللي هيدفع ثمن غلطة الحمد دي عشان يتقهر قلبها عليه، زي ما اتقهر قلبكم على الحبيب اللي فصلوكم منه وعلى عيالكم اللي فصلوكم منهم. لأن هنا أصحاب المجموعة الأولى فيه يتامى حرموا من الورث، في حتى الطعن في الشرف، إن العيل الطعن في شرفكم، في شرفكم إنكم مش من صلب الزوج، ورفضوا انهم يدوا له اسم ابوه. بس الكارما اللي هتيجي لاصحاب المجموعه الثانيه الاولى، عفوا الحماوات بتاعكم دي هتدمرهم دمار شامل جدا، اللي ما بينهم كمان السرطان الثدي، سرطان في الرئتين، هيعانوا لمده تقريبا 7 سنين، من 5 إلى 7 سنين هيعانوا من ما تترتب عليه الأمراض دي، من معاناة وألم وضياع، حين لا ينفع الندم، هيجيلهم الندم حين لا ينفع الندم. كانوا يفكروا في الأول اللي عملوه فيكم دول. كانت القراءة سريعة وقصيرة لأن الكروت جابت لنا الحكاية من الآخر. ربنا يثلج قلبكم بالفرحة إن شاء الله. نشوف الأبراج، أو قبل ما نشوف الأبراج نشوف الأوراق اللي سحبناها هتقول لنا إيه.
اطلب مساعدة من الناس، سنة من الآن أنت جاهز، أنت جاهز. ده بيأكد إن الكتير منكم بقاله مدة وهو يدعي ربنا يقيم الليل على إن ربنا ينتقم له من الحموات دول، وحيجيلكم الرد، والبعض منكم جالكم الرد ده، والرد ده جالكم عن طريق أحلام. بقالكم مدة حلمتم، بتحلموا بأحلام، والأحلام دي هتتحقق إن شاء الله. عفوا، هتتحقق إن شاء الله، اللي هي إن الكارما دي هتحصل إن شاء الله في أقرب وقت. ما أقدرش أقول لكم متى، متى دي في إيد ربنا. أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، و50%. 100% برج القوس، برج العذراء، وبرج الحمل. 80% برج الثور، برج الميزان، وبرج العقرب. 60% برج الدلو، برج الأسد، وبرج الحوت. أما الأبراج المتبقية جدي، سرطان، وجوزاء، 50%. ما تنسوش يا جماعة الخير لايك للحلقة، وإذا مش مشترك اشترك في القناة فضلا وليس أمرا. نمر لأصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا المسبحة دي الرصاصية، أو أول حرف من اسمكم من الأحرف دي. انتوا اتعودتوا على صراخ الجيران وعيال الغير الجيران، فاتحملونا. شكرا. زي ما عودناكم نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا التلاتة عاملة ازاي دلوقتي. نخلط الكروت عشان ما تجيش نفسها. يلا نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا التلاتة عاملة ازاي. يلا بسم الله. طاقة الطرف الثالث، سبحان الله زي الأول. غالبا في أصحاب المجموعة الأولى استمروا في القراءة معنا في المجموعة الثانية. نخلط الكروت مرة تانية. إن طاقتكم جت مع طاقة الحبيب. يلا سبحان الله، معلش هنسيبهم زي ما هم. يلا بما انهم مش عاوزين يتلخبطوا. عفوا، دي طاقة الحموات، حمات نرجسية متسلطة عاوزين يتحكموا في كل حاجة. الحمات دي هي المتسلطة، جبروت. الحموات دول اللي عندكم أصحاب المجموعة الثانية جبروت، جبروت من العيار التقيل. وغالبا الحموات دول إذا ما كذبنيش ربنا بيعملوا الأسحار بإيدهم، ودايما في حالة مراقبة ليكم. بتعملوا إيه؟ بتلبسوا إيه؟ بتروحوا فين؟ بتيجوا منين؟ زي ما لو كانت حياتهم واقفة عليكم انتوا، قلبهم حجر، ما يعرفوش ايه معنى الرحمة او الانسانية. منعدمين الانسانية، منعدمين الرحمة. طاقتكم انتم والزوج عفوا او الحبيب، في كارما حصلت للزوج هنا، في كارما حصلت للزوج والحبيب. وانتم هنا بدأتم تخرجوا من الضياع اللي انتم فيه. في حاجة كانت سلبة الإرادة بتاعتكم، كانت سلبة رغبتكم في انكم تعيشوا بفرحة وسعادة كل حاجة. زي ما لو كان يومكم نسخ لزق، كل يوم بيتكرر، لا فيه فرحة ولا فيه ضحكة ولا فيه سرور ولا فيه احتواء ولا اي حاجة.
لكن بدأتم كومونسي افير اون ترانزيسيون، يعني بدأتم تعملوا انتقال من مرحلة مبهمة، مرحلة غير سوية، إلى مرحلة أحسن منها. أفتقدكم هنا، ترقبوا دخول مبلغ من المال حيساعدكم في أنكم تتقدموا من حياة في حياتكم، أو يعني تستعينوا بالأموال دي في حل بعض المشاكل المادية اللي عندكم. وانتم للبعض منكم عارفين وشفتوا بعينيكم ان الكارما بتاع الحبيب ده حصلت له. البعض منكم حتى الحبيب هو اللي تواصل معاكم وقال لكم الحاجة اللي يعني انا بمر باوقات صعبة وانا تعبان او انا تعبانة، وعملوا لنا سحر تفريق ومش عارفة ايه ومش عارفة ايه وكذا 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 وكذا، لانه في بعض الحقائق بدأت تظهر قدام عينين الحبيب فيما يخص تورط الحموات هنا في تزعزع العلاقة ما بينكم وما بين الحبيب. تمام، دي كانت طاقتكم. نيجي دلوقتي نشوف أخبار الكارما بتاعت الحموات دول عاملة إزاي. أول كارت اللي سقط دلوقتي يؤكد إنه الكارما في بدايتها. يا إما أي وقت شاهدتم هذا الفيديو طاقته مفتوحة، يا إما في بداية الشهر اللي هيدخل، يا إما في بداية السنة اللي هتدخل. غالبا أنتم ناس روحانيين، ناس روحانيين، ومن شدة الغلب اللي شفتوه في حياتكم والأذية اللي شفتوها في حياتكم دخلتم في نوع من الزهد، من الانطواء. نوع من الانطواء أو الزهد. أقول لكم عندكم أحلام تتحقق، أقول لكم عندكم طاقة روحانية بتساعدكم في كل حاجة. عانيتم من وقف الحال، عانيتم من بعض الأمراض، من بعض المشاكل، لكن الأذية اللي تأذيتوا منها هتتأذي منها الحموات دول. ليه؟ إزاي؟ لأن الحموات دول بيعملوا شغل بإيديهم، أسحار بإيديهم، حينقلب عليهم بشكل درامي، يعني بشكل مؤذي جدا. لأن ده هنا بنشوف the Hierophant, the devil and page of wands. فيه قرار من عند ربنا إنه ينقلب السحر على الساحر، وذلك بخلق له مشاكل في حياته، صحية عائلية ومع المحيط بتاعه. أهم الأعمال دي اللي هتنقلب عليها الأسحار، أو أهم الأعمال، أو عفوا، لما يكون الحموات دول يكونوا يحضروا في السحر بإيديهم، هتحصل حادثة بيستعملوا فيها، يعني هيستعملوا في تحضير السحر مادة خطرة، والمادة دي هم هينسوا إنهم يغسلوا إيديهم، فبفرك العين بإيديهم هتحصل نوع من تلوث في العين، عفوا، تلوث في العين يؤدي إلى تماطل في الذهاب للدكتور، وده هيؤدي إلى بداية ورم في العين، ويتطلب استئصال العين تماما، مش إلا فقدان العين، استئصال العين تماما، لأن المحلول ده أو الحاجة دي اللي هيستعملوها في تحضير السحر ده خطرة جدا، وهم ما يعرفوش خطورتها. فبفرك عينهم بإيدهم اللي كان فيها المادة دي هيحصل المرض ده اللي قلت لكم عليه، أين يعني يخلعوا لهم العين، الدكتور يكون مضطر إنه يخلع لهم العين بتاعهم، مش إلا يعني تشافي. البعض منهم من الحموات دول
هيكون عندهم نوع من سرطان الجمجمة اللي هي من أفظع، يعني ادخلوا على جوجل اكتبوا صورة جمجمة مصابة بالسرطان، شفتوا عظم الجمجمة يخرج منها زي المسامير كده، تصوروا الإنسان كده صاحي وعظم زي المسمار كده يخرم له دماغه من فوق ويخرم له اللحمة والجلد، يعني كل سنة تخرج مسمار زي كده، تصوروا الألم اللي هتعيشوا الحمد دي، هيتمنوا الموت ومش هتوصل لهم الموت دي، مش هيوصلوا لها، لازم يدوقوا نفس العذاب اللي دوقوكم منه. وغالبا البعض منكم الروحانيات بتاعكم هي اللي هتنتقم ليكم ضد الإنسان ده اللي ظلمكم، اللي هي الحمد. أذية كبيرة هتلحق للحمد دي. البعض منهم حتى هيوصلوا ويدخلوا لمصحة المجانين بسبب تهور زي ما قلت لكم في استعمال الأسحار، مما يؤدي إلى عدم التحكم في المس الحارس للسحر اللي هيصيبهم بمس يضرهم بيه، بيوصلهم للجنون، يشوفوا حاجات رهيبة ومخيفة ومفيش حد، احنا من مثلا انت وانا ما اقدرش نشوفها، لكن هم بيشوفوها، هيشوفوها اللقطات دول والحاجات دي اللي هتدفعهم الى الجنون يعني، عزكم الله، لما يتبرزون تحتهم يمسحوا ياخدوا البراز ده ياكلوه يلطموا الحيطان بيه، حاجات زي كده يعني، بهدلة كبيرة هيعيشوها، هيعيشوا بهدلة كبيرة للأسف يعني. ربنا يلطف. أصحاب المجموعة الثانية الحماوت بتوعكم هيعانوا الويلات، هيعانوا حقيقة الويلات. الكارما الأخيرة هنا اللي بشوفها إنه في حماة ولا اتنين هيجي لهم نوع من دودة تتربى في النخاع الشوكي بتاع العمود الفقري، يبدأ يأكل في النخاع الشوكي الذي يؤدي إلى شلل كلي للجسم، شلل كلي للجسم. ده اللي شفناه في الكارما بتاعت الحموات لأصحاب المجموعة الثانية. نشوف دلوقتي ما هي أهم الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي، 100%، 80%، 60%، و50%. ما تسألونيش متى، أنا مش ربنا، استغفر الله، احنا بنعمل توقعات ما نعملش تنبؤات. شكرا لكم، وربنا يبرد قلبكم بالفرحة إن شاء الله. 100% برج القوس، برج الثور، وبرج الحمل. 80% برج الميزان، برج العقرب، وبرج العذراء. 60% برج الأسد، برج السرطان، وبرج الدلو. أما 50% برج الجدي، برج الحوت، وبرج الجوزاء. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة، ربنا يفرح قلبكم، وربنا ينتقم من كل ظالم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.